والله ينعل بو حياتي، والله ينعل بو أنوتي، الله ينعل بو شبابي، فدا بنتي. انا راه حقي غناخذو باياش، انا راه امنيتي ترجع ليا بنتي للمدرسه، وانتم انا راه مشاكده انا وبنتي يوم ديال 8 ايام. واش انتم ما عمركم ما شفتو ام؟ علاش تقولوا الله يسمح لنا من الحنانه؟ وانا حنانه، انا الام. عرفتي شني هاد المحطه شو سميتها ديال الكيران؟ ولاد زياد تتعرف اخطر المجرمين. بتسماكين انا وبنتي نبقى في الزنقه، انا عرفتي شنو؟ انا غيغتصبوني وغيغتصبوا ليا بنتي، راه شرافي. انا مريم كنت ساكنه في سلا، الام ديال الطفله ديالي طالعه في 14 عام، انا مطلقه من 2009. الحمد لله مريم. نرجعوا قبل، كيف انت كيفاش تزوجتي؟ كيفاش كانت البدايه ديال مريم؟ كيفاش كانت حياه مريم يلا تزوجت؟ عادي حليت عيني تزوجت، اللي ما ربي ما عند ربي، ربي كتب عليا التمره هذه ربي عطاها ليا. من بعد منين امي عاوناتني فيها الله يرحمها، من بعد امي ماتت خدمت على بنتي، ما سافرت ما تزوجت، تعرض عليا الزواج، ماما راه ما زوج، ولكن انا ما نعيش السعاده ديالي على التعاسه ديال الطفله ديالي، حيت انا ما يمكنش نمشي نتزوج ونولد ولاد ضحيه عاوتاني للمجتمع. من بعد انا قلت حياتي هي بنتي، انا ام، انا تنهضر بالحق ديال الام. من بعد كبرت بنتي، اي واحد غيشوفني يقدر يعرفني يقدر ما يعرفنيش، اي بنت مراهقه طجات من الدار ديالهم عادي. انا حتى انا وقع لي بحال هادشي، داروا لبنتي تغرير وهادشي هذا، ومن بعد الله يجازي الله خلينا البوليس جابوا لي بنتي. من بعد منين ديت بنتي للمدرسه قالوا لي البنت ما ترجعش تقرا. قلت لهم علاش؟ واش انا غادي نهين موظفين؟ حاشا لله، انا تنحترم القانون. قلت لهم علاش؟ مشيت للجمعيات قالوا لي جمعيات حنا ما عندنا ما نديروا لك. الرساله ديالي الاولى والاخير، وانتم ديما تبقاو تشوفوا فيا، حيت انا ام مفترسه وام محترمه، ام مربيه بنت داخله في 14 عام، ما تندير الدعاره عليها، ما تندير روتيني اليومي، ما تندير تيك توك، خدامه ب 800 درهم حتى 1000 درهم في الشهر. تحيه للبنات اللي تيخدموا في المقاهي، واي مرة تخدم شريفه احتراماتي ليها. الرساله ديالي ديال جمعيه حقوق المراه حقوق الطفل، تقوا الله في نفوسكم، ما تمشيش عند مولات روتيني اليومي. اجي طلع عليا انا اللي شابه وحاضنه بنتي، وما عمرني ما طلعت وقلت لهم اجي اخوتي عاونوني، ولا اجي نمشي نشطح. عرفتوا علاش؟ تنخاف الله سبحانه وتعالى، وعارفه بنتي غادي يجي واحد النهار غادي تكبر وغادي تتزوج وغادير وليدات، تنفكر لبنتي كأنا ام بحالي بحال اي ام ربات ولادها وهي مطلقه وحضنات ولادها. ودرت اخويا دابا انا كنت ساكنه في سلا وجيت لكازا وتشرت انا وبنتي باليوم الثمانية. شنو اللي خلاك سمح لي يا مريم، شنو اللي خلاك تجي من سلا لكازا؟ شنو اللي وقع لك؟ شنو اللي خلاك؟ حياتي تدمرات، البنت طردات، انا تطردت من تما، ما بقى لي والو. اصلا انا كنت صابره في هذيك سلا، علاش كنت صابره؟ على ود الدراسه ديال بنتي، منين حبسوا لي بنتي من المدرسه ما بقى لي حتى شي حاجه. انتما غير فهموني، الشعب المغربي داخل المغرب وخارج المغرب، غدا 2023 القانون البوليس بوحدهم، تهضر على جمعيات، انتما فهموني. وانتما انا شوفوني شابه والله ينعل بو حياتي، والله ينعل بو انوتي، الله ينعل بو شبابي، فدا بنتي. انتما فهموا، انتما غطردوا لي بنتي من المدرسه، انا حياتي كامله وانا مضيعاها على ود البنت. انا راه حقي غناخذو باياش، انا راه امنيتي ترجع لي بنتي للمدرسه، وانتما انا راه مشاكده انا وبنتي يوم ديال 8 ايام. مناش بنتي خرجت للمدرسه؟ شنو السابعه دابا هانيه خاصها تطلع الثامنه. مازال باغا تقرا؟ اولا انا مازال باغا تقرا، بنتي باغا تقرا، كيفاش بنتي ما بغاتش تقرا؟ والبنت راه تضل غير ترسم دابا، بس تضل مدي المال وتترسم، عندها ما ندير. هادشي كامل دابا دايره على قبل بنتك. ولا ود شنو بنظرك دابا انا بوجهي؟ علاش غنطلع نبكي؟ انا ام وكون بغيت الفاتحة.
سعد انت غتعيط ليا جي نتايا اللي غتعيط ليا وتقول ليا جي نتزوج بيك وسرت تقلّى في نفسك وبغيت نتزوج دابا تلقاني تنبكي لكن الناس كيعيطوا لك كيقولوا لك باغي نتزوجوا وراه العالم من طاج للكويري وما نعممش ولكن تليفوني غيتفرقع وراه كلشي باغي يتزوج بيا وانا ما باغاش نتزوج انا ماشي ضد الزواج انا عندي بنت باغا نوصل الرساله ديالي مع الله وشتو ما عمركم ما شتو ام علاش تقولوا الله يسمح لنا من الحنانه وانا حنانه انا الام اجي سبيني اجي سبني منين كون جايبه واحد ربعه ديال الدراري ضحيه اجي سبوني حندكم الحق نهزكم فوق راسي مسحوا بيا الارض شي اختي خديني عبره باركه اختي باركه سيري سيري دير تقي الله في نفسك حتى تبقي تجيبي ولاد ضحيه لهذا المجتمع انا بنتي طالعه في 14 عام وتشرد ثانويه وتقولوا لي 2023 واخا مريم قولي لنا دابا ملي جيتي لكازا يعني ملي جيتي لكازا يعني خرجتي للزنقه شفتي كيفاش دايره الزنقه الزنقه عرفتي شنو خويا انا راه بت في الكيران عرفتي شنو هي هاد المحطة شو سميتها ديال الكيران ولاد زياد تتعرف أخطر المجرمين بت تما كاين أنا وبنتي يومين وأنا تما وحدة تتقول لي وشوفي أنتي كي دايرة كيفاش بغيتيني أختي كي دايرة كيفاش بغيتي تشوفيني راه أي محل نجي نبغي نخدم خصني بغيتي تشوفيني مكشطرة وتي تشوفيني حالتي راه حنا كيخلاو غدا غدخل 2023 الله يدخل عليكم بالصحة وبطولة العمر وبالأمان كيفاش بغيتي تشوفيني عمرك ما شتي بنت شابة تزوجات وهي صغيرة وبنتها في الطولة ديالها وغادا تطول عليها ما عمركم ما شتوها هانتوما شوفوني أنا وتنعاود نقول لكم اجيو سبوني وعايوني الا كنت طالعه تنتعاون نطلب ولا جايبه الاولاد وتنقول لهم خوتي المغاربه عاونوني ساعدوني وانتم انا المساعده اللي غتساعدوني هي عرفتي شنو وقفوا معايا بغيت نرجع بنتي للمدرسه وانا حياتي كامله في المدرسه وانتم فاهموا وانتم فاهموا انا ما رسالتي ماشي للجمعيات ما عندي ما ندير بالجمعيات ومشيت ما عندي ما ندير بالجمعيات انا رسالتي شو ما عندي ما ندير بهم جمعيات تيمشيو هاي عند هادوك صحاب الروتيني اليومي من الاخر ما عندي ما ندير بهم انا جمعيات ماشي سوقي فيهم حيت انا جمعيات خط احمر علاش غندير بهم خليهم حنا يوم القيامه غنتحاسبوا انا رسالتي الاولى والاخيره يا رب العالمين انا رسالتي الاولى والاخيره تشوفني شي مرا ولا شي راجل ما يجوش فيا انا طالبه غير بنتي ترجع للمدرسه وانا مشرده انا وبنتي اليوم 8 ايام وفندق خانز وفيه الشم كاروز كيليتي تتكرب 60 درهم والله الحمد الوالدين فات النهار الجمعة دير واحد السيد اللي صيفط لي 1200 درهم ولا نقدني ولا نقدني من الشارع ما بغيتيش تبقاي في الزنقة نبقى في الزنقة انا عرفتي شنو انا غيغتصبوني وغيغتصبوا لي بنتي راه شرافي وانت راجل عندك اختك لا ترجوها لك شنو غدير لهم واش غتخليه عايش انا شرف يا عباد الله الشعب المغربي غنتي ام وانا اش عندي من غير شرف يا عباد الله نتوما فهموا انا اب وام اب وام واتحدى اي واحد يطلع يكون يعرفني ويقول لي انت هي كذابه انت هي مجوجه وانا غنطلق من 2003 وعندي طلاقي وعندي كل شيء وانتوما انا بنتي يتيمه غير قال لك اليتيم لا تقهره بنتي يتيمة بعد لا خالة لا عمة لا با لا تا واحد عندنا غير الله وهاد الأم هادي نهار لا تموت نتوما مالكم تتحردوا على الفساد والدعارة مالكم تتحردوا على الفساد والدعارة وأنا نتوما مالكم نتوما البنت باقي لها عام 16 عام علاش طلع لي دكتورة خرجوا لي من المدرسة ونعاود نكررها أنا حياتي هي قراية بنتي أنا ما باغا والو بغيت حاجة واحدة بغيت ربي انا ما نطلبش الجمعيات انا نطلب المحسنين اللي تيخافوا الله ماشي فيا انا يا ماشي بردة الكتاف انا انسانه خدامه على راسي عادي منتج تحتاج انا تشرت انا وبنتي تنطلب غير بيت اللي تيعيط لي تيقول لي اجي نسكنك اجي نستغلك اجي نتزوج بك وتيصيفطوا لي المسخ حسبي الله ونعم الوكيل بزاف 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 شي حوايج انا عايشه في الزنقه ومريضه نفسانيا وزادوا مرضوني ولكن حاشا لله يكونوا مغاربه لا 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 هذاك حاشا لله واش المغاربه غيديروا بحال هكا حاشا لله حاشا لله